اسرائيل بدها تحقق مكسب على الارض. بدي اقول لك شغله، نحن من اول الحرب، من اول حرب الاسناد كان حزب الله كل يوم يضرب صواريخ، صواريخ مضاده للدروعهم. اسمع بالاخبار ونشوف بالتقارير انه حزب الله اصاب مركز اسرائيلي او منزل يستخدمه جنود الجيش الاسرائيلي او اليه اسرائيليه بصواريخ مضاده للدروع. اليوم بطلنا عم نشوف هيدا الشيء. يعني استطاعت اسرائيل بالمناطق المتاخمة على شل القدرة على اطلاق صواريخ. بدها تثبت هيدا الشيء انا برأيي باجتياح ما بري تقوم فيه. وهونيك المنازلة اذا اسرائيل ستستطيع ان تحقق هذا الشيء او ستكون هناك مشهدية مماثلة لعملية مارون راس ووادي الحجير حيث دمرت المدرعات الاسرائيلية في ارض المعركة. نعم، خلينا نحكي عن الاجتياح. اليوم البارح طلع بيان وموقف اسرائيلي انه نحن بدنا نعمل عملية اجتياح بري محدود اذا لم يتم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار وسلام دائم، يعني سلام يؤسس لمرحلة دائمة. قالوا يعني اتفاق، مش ما استعملوا كلمة مقبول، استعملوا قوي كفاية نركن إله، يعني صح نركن إله للسنوات المقبلة، أنه بدهم خلاص أمن مستدام على الحدود وبدهم. طيب برأيك في اجتياح بري؟ سيد حسن نصر الله الراحل بآخر حديث له شو قال؟ قال لو عملوا اجتياح بري نحن رح نضل نستهدف شمال إسرائيل. يعني حط فرضية الاجتياح البري كأنه أمر واقع، وهيئ الناس انه هناك كانه هناك خطه اسرائيليه حزب الله عارف فيها لعمليه الاجتياح البري. انا برايي الاجتياح البري اصبح امر واقع، واقع وستقوم به اسرائيل. وهونيك المنازله الكبرى عندما تحاول اسرائيل اختراق الحدود. لماذا يمنع حزب الله من اختراق الحدود الاسرائيليه ساعتها؟ ساعتها تصبح المعركه مفتوحه وتصبح ساحه المعركه لا حدود لها. بعد عنده قدرة برأيك حزب الله انه يعمل خروقات باتجاه اسرائيل؟ لكن مع كل هذا الضرب اللي انا برأيي حزب الله لا يزال يحتفظ بقوته، او على الاقل بالجزء الاكبر من قوته، بالرغم من كل ما يقال. لا يمكن القضاء على حزب الله بهالسهولة. وبدنا نشوف اذا هاي الضربات يلي شنتها اسرائيل قديما فعاليتها. هلا اكيد استطاعت في اليومين الاولين او ثلاث ايام، يعني وقت شفنا عملية البيجرز وعملية الاجهزة كانت توطئة لخلق مومنتوم وخلل داخل بيئة حزب الله تسهيلا للعملية، لحتى يكون في خلل معنوي جوا تحطه بوضع مقلق لخصمه يلي هو حزب الله، وتحط الساحة اللبنانية بقلق كبير تمهيدا للضربة والهجوم يلي بدها تعمله. عملت الهجوم انا برأيي بالايام الاولى حققت مكاسب كبيرة اسرائيل، اهم اغتيال امين عام حزب الله، وانطلقت باتجاه العمليات الثانية. ومن هونيك ورايح اسرائيل ستستمر باعمالها، والعبرة في الضرر التي يلي اصابت في حزب الله. من يعني نحن بعدنا باول ايام الحرب، يخطئ الذي يعتقد انه الحرب صارت قاطع منا كثير. نحن بعدنا باول ايام الحرب، ومن يعني السذاجة واحد انه يحكم على نتائج الحرب في ايام الاولى. لو كان هتلر يعلم انه راح يصير في هيك بالحرب، اول ايام الحرب انتصر ووصل على بولندا واخذ نص اوروبا بالايام الاولى للحرب، ومش معناتها ربح الحرب. اخر شيء دمر الجيش الارماني وسحق الريخ الثالث وفاتوا الحلفاء على نص دين المانيا، مع انه حقق مكاسب كبرى في الايام الاولى. ايه بس هلا شو عم تحاول تقول؟ يعني هلا انه عم حاول اقول انه نحن بعدنا باول حرب، نحن ما فينا نعرف اذا حزب الله اصيب بضرر كبير او لا، وانه هو بعده لهلا قادر انه يعمل هجوم مضاد على اسرائيل. قادر بعده يتحرك. انه قوت الرضوان شو صار فيه؟ تغير القائد تبعها. هي مش بالضرورة انه صحق حزب الله مثل ما كتار بيعتقدوا، مش بالضرورة انه حزب الله اصيب بهزيمة. خسر اول ايام المعركة اكيد، اصيب بالصميم اكيد، ولكن حزب الله بعده موجود اكيد. نعم. طيب الاجتياح البري اللي عم ينحكى عنه، عم تحكي عنه اسرائيل، هو اجتياح بري محدود. شو يعني محدود؟ يعني بس للجنوب؟ معقول يوصل لبيروت؟ ما بعرف اذا رح تكتفي اسرائيل بعمليه على حدود الليطاني. اصلا حدود الليطاني ليست 8 كيلومتر و10 كيلومتر، ما بيعتقدوا الكل في مطارح بيوصل ل 20 كيلومتر. يعني كل ما بتطلع طلوع حسب الخريطه بيكون واسع. نحن سنه 78 شو يلي صار؟ اجتاحت اسرائيل
الحدود الجنوبية، وصلت عملت عملية وصلت فيها حتى حدود الليطانية وثبتت مكانها يعرف بجيش لبنان الحر. كان بعد ما في جيش لبنان الجنوبي بقيادة سعد حداد، كان في ميليشيات بالجنوب كتائب وأحرار وجيش وما بعرف شو، وحدتهم وعملت شيء اسمه جيش لبنان الحر وأنشأت قوة حرس حدود. هالمرة شو عم تعمل إسرائيل؟ عم تنشئ حزام مدمر خالي من السكان. نعم. هالمرة في فرق، تنشئ حزام خالي، عم تدمر القرى الجنوبية، عم تدمر القرى الجنوبية، عم تعمل ومنشان هيك فيها الإصابات، إنه المنطقة العازلة، يعني عم تعمل منطقة عازلة بالنار، عم تعمل منطقة عازلة بالنار مدمرة مدمرة غير قابلة للحياة، مش بالنار بدها تشتاحها، عملتها بالنار بدرجة أولى. قلت لك حزب الله ما عاد عم يطلق صواريخ مضادة للدروع، عملتها بالنيران بأول مرحلة، بالمرحلة الثانية فاتت عملها بعسكرة بمنطقة عازلة يسهل الدفاع عنها، ومن هونيك ورايح منشوف شو بيصير، قديه بتمتد هالمنطقة العازلة إذا بتقدم مناطق أخرى، إذا تصل إلى حدود أكثر من حدود الليطاني، إذا بتروح على مناطق أعمق، إذا بتوصل على سهل البقاع، ما بعرف قديش العملية. بعدين مش نزهة إنه تفوت إسرائيل، عم أقول لك المعركة غير معروفة النتائج. نعم. وإسرائيل تدخل في الوحول اللبنانية مجددا بعد أن خرجت مهزومة سنة 2000.